العزب اليوم؟ الحمد لله. ليه الحمد لله؟ الحمد لله. ليه؟ هي مؤسسة فاشلة. عرفت كيف؟ ليه فاشلة؟ ما عرفت كيف. انه شو مرحبا انه انا مجوز وعندي مرة حاططها بالبيت يعني. ايه. شو عملت يعني انا بالدنيا؟ فيني اقول لك بالمقابل انا يعني حدا يقول انه انا مزوج امرأة متفق انا وياها، نتشارك انا وياها هموم الحياة، نفرح انا وياها، بحزن انا وياها، بنعمل عائلة انا وياها، وعايشين استقرار وبنكمل بعض. هيدا حكي. كلام هيدا. شو يعني حكي؟ لك تتجوز تجيب اولاد؟ لشو الاولاد؟ خيارك، ممكن يكون خيارك. لا انا ما بدي عائلة. لشو بدي اجيب اولاد انا يعني؟ نعم. مشان يحملوا اسمي؟ بلا هالقصص. لا هيك صار عندك. عرفت كيف؟ لا هي غير شيء. بس بموت يحملوني زت. البديل شو لك يعني عن مؤسسة الزواج اليوم؟ يعني عايش مرتاح ومبسوط وحرية، عايش بالجنة أنا. لا فوت على النار. ليه عايش بالجنة؟ كيف يعني عايش بالجنة؟ يعني قل لي نهار حياتي رجل متزوج. إذا كنت اليوم أسامة أنت متزوج كيف كانت حياتك؟ واليوم أنت أعزب كيف حياتك؟ عمل لي مقارنة بين الاثنين. أنا عايش ملك. يعني؟ ملك أمير. عايش بأحلى حالاتي. ما حدا بقول لي وين رايح ولا وين جاي ولا شو عم تعمل شو عم تساوي. شو عم بتعمل وشو عم بتساوي؟ كل شيء. شو بدك بعمل؟ يعني؟ كل شيء. يعني المجوز ما في يعمل اللي انا عم بعمله. شو بتعمل انت؟ انت مش مجوز يعني؟ اذا بدنا نهرب من البيت بتروح اسهر. ايه. عرفت كيف؟ قاعد انا وصاحبتي مثلا بقعد بحكي انا وياها حكي ما بقدر احكي مع مرتي. شو اللي ممكن واحد يعمله مع صاحبته مش ممكن يحكيه مع مرته؟ يعني قاعد عم تحكيها انت حكي ما بينحكها مع مدامتك، ما فيك تحكيها الحكي هيدا، بدلك رسمه انت وياها، بدلك بتحفظ على الكلام اللي عم تحكيه. ليه واحد بده يخجل من مرته؟ يعني اليوم هون شغل على الرجل وعلى المراه انه يخلوا هالشغف موجود مشان يقدر الثنائي يستمر. هلا في حكي ما بينحكى للمرأة. ليه؟ لأنه زوجتك بتكون أم ولادك، ما فيك تحكي طبعاً. هالكلام؟ طبعا. إيه. والبديل بالنسبة إلك علاقات عابرة مع النساء. إيه. يعني المرأة بالنسبة إلك هي أداة لتفريغ طاقتك الجنسية. لا 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 مش هيك. هيك المرأة بالنسبة لي ملكة. ملكة. وأنا بحب المرأة. عرفت كيف؟ مش عم شهر فيها للمرأة أنا. نعم. بس أنا ما بحب ارتبط يكون عندي مرة واحدة محطوطة بالبيت يعني. محطوطة أو منصانة بالبيت؟ منصانة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن أون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.